إذن هكذا هي السلطنة مشاهدينا الكرام، تواصل ارتقاءها لمعارج العلا واعتلاءها لمدارج المجد تحت ظل القيادة الحكيمة المستنيرة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطانا وخطى قائد هذا الوطن ورافع رايته على مدى الزمن. أهلا إذن بالجميع وبكل من يتابعنا، والمحطة القادمة ستكون للحديث حول بحوث علمية عمانية الأكثر تأثيرا على مستوى العالم بقائمة جامعة ستانفورد الأمريكية، جامعة السلطان قابوس، منذ اليوم الأول لافتتاحها في العام 1986 لعبت دور جميل وكبير أيضا في مجال البحوث العلمية مشاهدينا الكرام، كيف لا وقد وضعت نفسها في سباق العلم الذي لا يقبل إلا الريادة والإبداع. التفاصيل فيما يتعلق بهذا الجانب مشاهدينا الكرام بوجود الدكتور محمد بن حمد البادي رئيس قسم الهندسة والكهرباء بكلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس. مرحبا بك سهلا دكتور، ونحن سعداء أيضا بوجودك اليوم معنا في برنامجنا عبر هذا الاتصال المرئي. صباح الخير وكل عام وأنت بخير. صباح النور أستاذ سيف، يعني شكرا لك على الاستضافة، وفي البداية يعني بمناسبة عيد الوطن 50 أحب أرفع أسماء التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بهذه المناسبة السعيدة، وإلى الشعب العماني وإلى كافة المقيمين على هذه الأرض الطيبة. نسأل الله المولى القدير أن يعيدها على الجميع بالخير والبركة والنمو والتطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه مجدد نهضة عمان الحديثة. مرحبا بك من جديد دكتور، ونحن أيضا نفخر ونفاخر بك كونك ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيرا في قائمة ستانفورد. قبل أن نتكلم تحديدا في هذا المحور، دعنا نعرج إلى اهتمام السلطنة والحكومة أيضا بدعم البحوث العلمية في مختلف المجالات، كيف تقرأ ذلك؟ نعم أستاذ سيف، يعني حقيقة نجد أن جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه مؤسس نهضة عمان الحديثة اهتم بالعلم والتعليم منذ اليوم الأول حسب الموارد المتاحة في ذلك الوقت، وقال طيب الله ثراه سنعلم أبناءنا ولا تحت ظل الشجر، فحسب الموارد المتاحة كان الاهتمام بالتعليم منذ اليوم الأول. ثم في عام 1980 أعلن طيب الله ثراه عن عزمه إنشاء جامعة السلطان قابوس، وحقيقة ذكر السلطان الراحل طيب الله ثراه في زيارته للجامعة في عام 2000 أنه قد نصح بتأخير مشروع الجامعة، لكنه عزم على تنفيذه، وبحمد الله تم الافتتاح مثل ما تفضلت في 1986. الحمد لله أصبحنا نفخر ونفاخر بإنجازات أبنائه مثل ما أرادها. وفي عام 2005 طبعا تم إنشاء مجلس البحث العلمي لبناء القدرات الوطنية، تحقيق التميز البحثي، تأسيس الروابط البحثية، ونقل المعرفة وتوفير البيئة المحفزة. كان في أهداف كثيرة للمركز، نفس الشيء تحديد أولويات البحث العلمي في السلطنة وتوجيه البوصلة نحو هذه الأولويات. واليوم الحمد لله نجد اهتمام كبير من مجدد نهضة عمان الحديثة بالبحث العلمي من خلال رؤية عمان 2040. فنلاحظ أنه الأولوية الأولى من هذه الأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040 كانت التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية. طبعا هذه الأولوية كانت من ضمن التوجهات الاستراتيجية التي تستهدف تعليم شامل وتعلم مستدام وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة. طبعا مؤخرا تم إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتحقيق أهداف هذه الرؤية فيما يخص بالبحث العلمي والابتكار. نعم جميل دكتور، أيضا مثل ما أسلفت قبل قليل في حديثي أنك ضمن قائمة ستانفورد للباحثين الأكثر تأثيرا على مستوى العالم، هذا شيء نبارك لك ونبارك لنا أيضا هذا الإنجاز. الآن كيف وما الذي يمثل هذا الإنجاز للباحثين العمانيين في مختلف المجالات، وأهمية فعلا أن يكون لباحث عماني حضوره يسجل في هذه القائمة؟
نعم طبعا، يعني بالنسبة لهذا الإنجاز، أنا في البداية أهني منتسبي جامعة سلطان قابوس على هذا الإنجاز، وأهني جميع الباحثين في السلطنة على يعني إن كان من الباحثين عمانيين موجودين في هذا القائمة حسب الدراسة أو حسب القائمة اللي أعدتها جامعة ستانفورد. طبعا الباحثين من جامعة ستانفورد قاموا بتحليل الإنتاج العلمي واستشهادات لملايين الباحثين الذين نشروا على الأقل 5 أبحاث بين عامي 1960 و2019، واستخدموا عدة معايير كثيرة لترتيب الباحثين الأكثر تأثيرا. فحقيقة وجود باحثين من السلطنة في القائمة هي شهادة على جودة ورصانة الأبحاث المقدمة من الباحثين العمانيين وتأثيرها في الوسط العلمي العالمي. طبعا هذه الشهادة تدفع الباحثين العمانيين والباحثين المنتمين إلى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المختلفة في السلطنة إلى بذل الجهود مضاعفة في البحث والنشر العلمي. نعم دكتور، على ذات سياق كلامك والحديث الذي تفضلت به الآن، يعني على ما تستند هذه القائمة؟ هل هناك ربما اشتراطات معينة، معايير ما يتم اعتمادها والبناء عليها لوضع هؤلاء الباحثين ضمن هذه القائمة، كونها قائمة فعلا تضم أكثر الباحثين تأثيرا على مستوى العالم؟ لنوضح هذه النقطة تحديدا للمشاهدين الكرام. نعم، الباحثين من جامعة ستانفورد لما قاموا بإعداد القائمة قاموا بتحليل الإنتاج العلمي والاستشهادات لملايين الباحثين اللي نشروا على الأقل 5 أبحاث بين الأعوام 1960 و2019، وحللوا الاستشهادات اللي كانت في 2019، ويعني أخذوا عدة معايير من ضمنها عدد الأبحاث العلمية المنشورة، عدد الاقتباسات لأعمال الباحث، ترتيب الباحث في الأعمال البحثية المنشورة، مؤشرات مثل الاتش اندكس والاتش اندكس معدل التأليف المشترك، يعني ومعايير أخرى موجودة على قواعد البيانات البحثية سكوبس. فهم استخدموا قواعد البيانات البحثية سكوبس لإعداد هذه القائمة. نعم جميل، ذكرت ضمن المعايير عدد البحوث العلمية للباحث. جميل أن نعرج إلى هذا الموضوع تحديدا دكتور، نتكلم ونعرف المشاهدين الكرام عن أبرز البحوث العلمية التي كان لك حضور فيها. يعني شكرا على السؤال. في قواعد البيانات البحثية سكوبس بتوفيق من الله تم نشر 63 بحث، وتم الاستشهاد تقريبا في 2400 بحث، تم الاستشهاد بهذه 63 بحث من قبل 2400 بحث مختلف انحاء العالم حسب قواعد البيانات البحثيه سكوبس. هذه الابحاث تركز على مرونه الاحمال الكهربائيه وعلى الطاقه المتجدده بخاصه الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح وتطبيقاتها في السلطنه، ودراسة تأثير هذه التطبيقات على أداء نظم الطاقة الكهربائية بشكل عام وخاصة على شبكات السلطنة. نسبة كبيرة من هذه الأبحاث هي طبعا تطبيقية على شبكات الكهرباء في السلطنة، بخاصة الشبكة الرئيسية المرتبطة في شمال السلطنة، وأيضا شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية تنوير. معظم هذه الأبحاث طبعا كانت بالاشتراك مع باحثين من جامعة سلطان قابوس وغيرها من الجامعات والمؤسسات، وعدد من هذه الأبحاث كانت بالاشتراك مع الزملاء من قطاع الكهرباء في السلطنة. وبهذا المناسبة أريد أوجه الشكر والتحية لجميع الزملاء الباحثين المشاركين في هذه الأبحاث. نعم، مثل ما نعلم دكتور أن البحث العلمي نهر جار وواسع لا ينضب معينه أبدا ولا ينقطع، لذلك السؤال القادم سيكون عن البحث العلمي تحديدا في جامعة السلطان قابوس، وما هي ربما الأبحاث الجديدة التي تشتغلون وتعملون عليها في الوقت الراهن؟ طبعا الأبحاث اللي في جامعة السلطان قابوس مختلفة حسب التخصصات وحسب الكليات الموجودة، وفي استراتيجيات مختلفة، يعني حسب الاستراتيجيات البحث العلمي في السلطنة يتم تمويل هذه الأبحاث. أنا ما عندي اطلاع لكل الأبحاث اللي في الجامعة، لكن بالنسبة للقسم الكهرباء مثلا عندنا قسم هندسة الكهرباء والحاسب الآلي، عندنا 4 تخصصات فرعية في الطاقة والاتصالات والكمبيوتر والتحكم، وتوجد عندنا أكثر عدة مشاريع بحثية ممولة من عدة جهات،
في مواضيع مثل الطاقة المتجددة، الإشعاعات الكهرومغناطيسية، الذكاء الصناعي، أنظمة المركبات ذاتية القيادة وأنظمة النقل الذكية. بالنسبة للاهتمام الشخصي، أنا أركز على حاليا على دراسة تأثير تطبيقات الطاقة المتجددة على أداء أنظمة الطاقة الكهربائية، وأيضا نركز على شبكة الكهرباء الذكية تماشيا مع اتجاه العالمي والمحلي. طبعا مكونات شبكة الكهرباء الذكية هي الطاقة المتجددة والعدادات الذكية والاتصال بين مختلف المكونات والأحمال الذكية. فهذا بشكل مختصر ايش الابحاث اللي حاليا يركز عليها القسم ويركز عليها شخصيا. البحث العلمي حظى هو الاخر ايضا بنصيب وافر وحظ كبير ضمن رؤيه 2040. يا دكتور، بودي سؤالك ايضا الان، ما اهميه تكريس الجهود لبذل ايضا المزيد والعطاء فيما يتعلق بتمويل ودعم البحوث العلميه التي تقام وتجرى على ارض السلطنه؟ نعم، طبعا في من ضمن رؤية عمان 2040 ركزت الرؤية على أهمية مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحوث. فحقيقة احنا يعني نعول كثيرا على القطاع الخاص في تمويل البحوث، وطبعا هذا يخدم الاستراتيجية، يخدم وصول إلى أهداف الاستراتيجية. ففي هذا السياق أود أشكر كل الجهات اللي ساهمت معنا في قسم هندسة الكهرباء والحاسب الآلي بالتمويل. فطبعا احنا عملنا اكثر من مختبر بتمويل كامل من القطاع الخاص، فلهم جزيل الشكر على 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 الدعم المستمر. ونحث جميع الجهات في القطاع الخاص بالمساهمة وتمويل الأبحاث. نعم، شكرا لك، وشكرا ايضا على كل هذه الايضاحات وكل هذه الاضاءات، وشكرا ايضا لانك فعلا مثلت السلطنه في هذا المحفل الدولي، وحصولك على ضمن يعني قائمه الباحثين الاكثر تاثيرا على مستوى العالم في قائمه جامعه ستانفورد الامريكيه. شكرا من الاعماق اذا للدكتور محمد بن حمد البادي، رئيس قسم الهندسه والكهرباء بكليه الهندسه بجامعه سلطان قابوس. شكرا لك يا دكتور. شكرا استاذ يسر. شكرا. إذن ما زلنا مستمرين ومتواصلين معكم مشاهدينا الكرام في هذه الاحتفائية والاحتفالية أيضا بالعيد الوطني 50 للنهضة والسلطنة، من أقصاها إلى أقصاها تحتفي بحصاد هذه الثمرة. إذن نشاهد مشاهدينا الكرام الآن فاصل قصير، وبعده مباشرة نكمل معكم المشوار، فخلوكم معنا.